لاعب ولدك سبعاً وأدبه سبعاً وراقبه سبعاً ثم اترك حبله على غاربه، كن صديقاً له. يعني في مرحلة لا يصح فيها أن تؤدبه إطلاقاً، طفل صغير. هناك آباء لو أن ابنهم بكى في الليل يضربه، عمره سنتين. لاعب ولدك سبعاً، أما من السبعة لأربعة عشر تكلم كلمة غير صحيحة، كلمة غير لائقة، معه حاجة ليست له، يجب أن تبالغ بتأديبه. لكن بعد أن بلغ الرابعة عشرة شعر بكيانه، هو لا هو راشد يرضيك ولا هو صغير تعلمه. يعني أثناء شراء الألبسة يقول لك في سن محير وهذا السن بعد الأربعة عشر يعني بحير، بتعامله كراشد بخيب ظنك أحياناً، بتعامله كطفل ما بيتحمل. لذلك هنا جاء التوجيه وراقبه سبعاً ثم ترك حبله على غاربه. يعني أنا أقول دائماً بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أباً محترماً، أن تكون أباً محبوباً. أؤكد على هذه الحقيقة، كل أب وكل أم محترمة في ثقافتنا، القرآن يؤكد ذلك وعاداتنا وتقاليدنا، لكن البطولة لا أن يحترمك أبناؤك، أن يحبوك. يعني إذا أتيت إلى البيت يجب أن يكون العيد، هناك عيد لأب سيء حينما يخرج، فالعيد حينما تدخل لا حينما تخرج. هناك أب يكون العيد بعد الخروج، بيتنفسوا الصعداء خلصنا منه، وفي أب العيد يكون مع الدخول. الحقيقة يعني صعب تتصوروا أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت، أنه خارج البيت تعبير المعاصري بيزنس، تتأنق، تبتسم، بالصافح، تنحني نصين، مصلحتك عشان مكانتك، بالبيت ما في قيود. فالنبي يقول الكريم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. بالمناسبة بيت في مودة، بيت في حب، بيت في تسامح، بيت في هدوء، بيت في رعاية للأولاد. أنا لا أتحدث عن المال إطلاقاً، بيكون أصغر بيت 60 متر، الأساس متواضع جداً، الأكل متواضع جداً، بس في حب. وفي بيت 400 متر، السباب والعداوة والبغضاء لا يحتمل. فأنا بتمنى بيت في جنة، يعني مصطلح كأنه صار شائع، يجب أن يكون البيت جنة وبإيدك. يعني في دائماً تصورات غير صحيحة أنه بعد فترة بصير الحياة مألوفة جداً بل مملة. لا، يمكن أن تكون الحياة في البيت فيها الحب وفيها الود وبتنامي مستمر. الحب تصنعه أنت، بيدك أن يكون الحب في بيتك مستمراً. والله يمكن أجمل جلسة يجلسها الأب والأم مع أولادهما، في مداعبة، في طرفة لطيفة، في تعليق لطيف، في سؤال عن دراسته، في أطرف شيء سمعه اليوم بالمدرسة. فالمشكلة أنه الشاشة ألغت الأب، ألغت الأم، ألغت الأسرة. يعني الوضع بالبيت لا يرضي أبداً. أما حينما يكون البيت في انضباط، في لقاء، يعني أكثر الآباء بيعطي أوامر وبيسبوا ببهدل، بس آباء محترمون لهم مكانة اجتماعية ببيته، بس أوامر وقمع، وأنت حمار وأنت ما بتفهم، الله يعدمني إياك، شو هالكلام هذا؟ شو هالبيت هذا؟ بيت في ود، في حب. هذا البيت بينشأ الطفل في عنده حاجات عاطفية رويت في هذا البيت، حاجات عاطفية. يعني أنا درسنا بالجامعة أنه حتى الأم حينما ترضع ابنها بقسوة ينشأ ابنها قاسياً. الابن بحاجة إلى حب. أنا مرة لفت نظري حاضنة فيها ثقبين
شو هالثقبين؟ سألت طبيب قال لي هذا الطفل الصغير بحاجة إلى أن توضع عليه يد وأن تمس جلده، بحاجة فاتحين ثقبين حتى الممرضة تعمل للطفل. فالطفل آكل شارب نايم لابس ما بيكفي، بده مين يحضنه، بده مين يقبله، بده مين يحمله، بده مين يداعبه، بده مين يمشي على أربعة ويركب فوق ابنه فوقه. هيك النبي سوا سيد الخلق وحبيب الحق. أثناء الصلاة أخر بالسجود كثير، ظنوه قد مات، فواحد رفع رأسه الآن ما في شيء، الحسن فوق. هل كرهت أن أعجله؟ عندك إمكان هيك تكون بالبيت؟ إذا هيك بتكون ما بقى في مراهقة، بنوب الله وكيلك. ما في حرمان بالإسلام، كل شيء له وقت. يعني لما بيعرف ما في حرمان، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، مستحيل. خلص اطمئن وفي غض بصر والبيت منضبط، ما في 800 محطة بالصحن، 400 إباحيات، الابن منضبط والأب منضبط والبيت فيه تدين، فيه صلاة، بيت فيه صلاة، ما في مراهق. أنا هذا إيماني، البيت جنة بصير. يعني ما الذي يمنع يكون بيت بيوتنا كلها جنات بيدنا والله، والدخل ما له علاقة، بيت صغير ودخل قليل وأكل خشن، في حب، الحب يغني عن كل شيء.